بالنسبة لأغنيتي والنجاح اللي لقات، أكيد كنت كنتسنى هذا النجاح، لأن الأغنية خدمنا عليها بزاف، وحتى الفكرة والسيناريو خدمت عليه بزاف، لأني أنا الفكرة ديالي والسيناريو ديالي، واستعنت بهيثم مفتاح، استعنت بملكة جمال المغرب، باغبين وهيلة، يعني عملت جهد كبير وطلبت من ربي يعني أنه يوفقني، والحمد لله توفق. البطل كنت كنشوفه غيكون مليونير من بعد غيتشرد. بكل صراحة أنا دائما كنت كنتفرج في كبور والحبيب، كان كيعجبني الحبيب اللي كيتقمص شخصية وكيدير بيرسوناج ديال التشرد، كان كيعجبني، وما شاء الله هو يعني زوين بوغوس هيثم. قلت هذا غادي، هذا هو اللي بغيت، اللي غادي يكون مليونير من بعد غادي يتشرد، يعني غادي تقول الأدوار بزوج، وفعلا الأدوار بزوج قام بهم على أكمل وجه. وبالنسبة لباغمي شكلا ما شاء الله عليها وتبارك الله، هي موديل، من غير أنها ملكة جمال هي موديل، وعندها شوية مع التمثيل وهذا عجبتني، وفعلا ما خيبتش ظني، وكنشكرهم من هذا المنبر ديال الغالية. الجديدين إن شاء الله أغنية راي غنصورها فيديو كليب، خدمتها في الجزائر مع موسيقيين جزائريين بعنوان لا ديفورس، إن شاء الله نتمنها تعجبكم، نتمنى إعجابكم، وغادي يكون إن شاء الله عاوتاني ديو مع رحمة رياض، حنا كنوجدوا فيه، لكن الكليب مازال شوية مأخرينه على حسب حتى يولي الصيف، لأن بغينا نصوره يا إما في باريس يا إما في مراكش إن شاء الله. ما كنظنش، لان انا التمثيل تعرض عليا بزاف ديال المرات، لكن سبحان الله دائما ما كنلقاش الدور اللي كيناسب شخصيتي. التمثيل عنده ماليه، ولا تعرض عليا شي دور يعني اللي يكون قريب لشخصيتي، علاش لا، لما لا. بصراحه انا غنيت كل الالوان والحمد لله توفقت وربي وفقني فيهم كاملين، حققت فيهم ذاتي، لكن كيبقى الراي هو رقم واحد بالنسبه ليا. الانتقادات جاتني على ود أنني أنا كنت في السعودية وغنيت للملك ديال السعودية بلا ما يكملوا الأغنية ويشوفوا أنني أنا لم أنسى انتمائي، لم أنسى ملكي وذكرته، وأنا كنموت على سيدنا وكنبغيه والله يطول في عمره، لكن هذه كانت كهدية هديتها للملك الشعب ديال المملكة السعودية، لأنه عمل سهرة 100% مغربية لينا حنا، يعني منا وفينا، يعني لحمنا اللي احنا الحم ديالنا ولحمهم دمنا احنا ودمهم، يعني الولاد ديالهم اللي والدينهم معنا، ولادنا احنا اللي والدينهم معاهم. هذيك الهدية كانت علاقة ما بيني وبينهم، كأنني أفتح الدرع وكنقول لهم يعني مرحبا بكم كالمغرب كالسعودية، نحن بلد واحد. هادشي اللي كاين. أنا قلت ولادكم عندنا ولادنا عندكم، مشاركين دم والحما، دي مقولة دائما كنقولها لكل شعب شقيق، لكل بلد شقيقة كنقولها هذه الكلمة. ما يمكنش لي نعرف، لأن العلم لله، لكن هذا الإنسان اللي مثلا عمل هذه القضية ودار هذا التلفيق وبغى يزور الحقيقة، رنسى أنه الله عينه لا تنام، الله سبحانه وتعالى كيشوف كل شيء. واش عمرك شفتي الباطل كيغلب؟ حاشا لله، الحق دائما موجود، والدليل انه كان عندي انا الفيديو الاصلي، وصحاب السهره صيفطوا لي حتى هما الفيديو الاصلي وحطيته، وإلا شفتي وقيلا حتى بزاف الناس اعتذروا لي، وانا قبلت الاعتذار ديالهم، لكن اللي ما قبلتوش هو الانسان يتهكم عليك ويتهجم عليك ظلما، حرام حرام، هادشي ما يبغيش الله. انا انسانه عاديه بحالي بحال الناس، انا دم ولحمت، انا كيبقى فيا الحال، انا كنتعصب، اش غادي نقول لك، كنتمنى من الله هادشي كله يتقاد، وشويه شويه الضمير ديالنا يخدم، لانه اذا اشتغل الضمير كنا غنكونوا عايشين في سلام. بالعكس انا ملي ما كيكونش عندي شي بروديكت علاش غادي نهضر، وما كيكونش عندي عمل ما كاينش غادي نخرج، الا غنخرجوا غير على الهواء هكاك، الور ما كاينش تخرجي على الهواء باش تقولي لاباس عليكم بخير، كنش الور خصك تخرجي تفيدينا، تعطينا شي حاجه، عطينا شي برودوي، عطينا شي اغنيه، عطينا شي عمل جديد، عطينا شي فكره، بيني لينا شي اجتهاد، بيني لينا شي اختلاف، نفعينا فيدينا. انا كنظن ان الخرجات الاعلاميه بالنسبه ليا الا ما كانش فيها هدف ما كاينلاش. جمهور غاليه
كنموت عليكم كنحماق عليكم مهما قلت مهما عبرت ما غنوفيكمش فيكمش حبكم. كنتمنى نكون كنت ضيفة خفيفة على قلوبكم. كنموت عليكم. أختكم زينة الدودية.